البحر أنا كان يحدو إن البحر دخل كثير كثير ما أتى في الحرب تبقى خايف كنت تروح البحر وتسمع الطائرة تروح. قدام الحرب كان الأمور بخير والدنيا أمان كان الحمد لله نصطاد تمام من داخل زلط ملان كنا ندخل محل ما نشتي الدنيا كان أمان ما نخاف ولا من شيء كان الدنيا بخير من يوم ما عرفت نفسي من آباء أجدي وأبي في البحر إلى حتى خلقت في الدنيا وأنا في البحر ذهبنا في هرم مهرة في البر ما نعرف لهاش مهرة في البحر نعرف لها هذول مصدر رزقهم كلهم صحاب السكان هذول كلهم مصدر من البحر من صغيرهم لا كبيرهم أتينا بالمغرب إحنا نصطاد سد ملان سد ملان أنا قدام المغرب بربع ساعة لو شوف سمينا الطيران واجد بقوة بسرعة الفترة لو الطيران محلق فوقنا قريب ديك الساعة ما قربش حقنا أنا شغلت المحرك وإخواتي كانوا يقولوا لي يا أحمد أمشي يا أحمد أهرب يا أحمد الطائرة بتضرب حنا أقول لهم فين نهرب فين نسير محل ما وجهنا الطيران بيلحق إحنا ودارت لما دارت ضربنا الصاروخ لما شفته نازل أقول لأخواتي هي هي إنك تنقفز للبحر وقت ما تنحش إنك تنقفز للبحر لو الصاروخ أتحنا هي لما ضرب الصاروخ ضغط الصاروخ عبد في البحر كذا كان يقول بي صاروخ في البحر لا 20 متر تحت البحر في داخل البحر ما شافش بنفسي إن أنا مخزق من الشظايا ولا حسيت أي حاجة خاصة أنا من أخواتي خمسة أربعة راحوا وبكيت أنا لما نهاها كلها خلاص أبوي ما تحملش سانبت منها جلطة بعد الصار في حياتي صعبة صعبة جدا أنا هبيت سنة في داخل البيت ما أروحش البحر كانت تشرب الماء من هنا أخرج من هنا تأكدت من الدنيا تأكدت من الحياة أنا زي ما تقول ما حصلناش أني حصلنا أني كارثة قوية أربعة أني زي ما تقول أربع أخوة وأني وقارب أني حالي ومالي كله راح يعني ما كان هو مصدر رزقنا هو حتى القارب هذا اللي سيرني فيه اليوم أني مش حقي أني حق صاحبنا أدانا هو قال لي اطلب الله فيه واطلب الله على أسرتك ما باقي إلا أن تصرف على أخوتك لما أتى الحرب أتى الناس اليوم أني نص في نص الخوبة أعاني من الجوع اليوم تلفت إلى الناس وفيما تلفت أني يديك الحزن في قلبك داخل من المأساة حق الناس أنا واحد من الناس إن أنا أيدت في البحر هذه المرة في إيد رمضان أيدت في داخل البحر إني يعني ما فيش كان دخل خلاص نشتينا يعني زي ما تقول أمن وأمان نكون أني يعني زي ما تقول تفتح المنافذ أن يعني نحن ندخل البحر وندخل أن نخرج للبحر والدنيا أما أني ما نخاف أدولة من أي حاجة الناس بسبب الرزق هنا على الحطب وعلى الغنم يرعى الله ما يروح بالليل واحد يرعى له جمال واحد يسرح له في بير واحد يغمي له حطب واحد على كده هذا حياتنا وما مش معنا اي عمل غير العمل هذا مهنتي احتب ورعى واخبط واملي واكري على المتر وبعدها ما يجي موسم الصقور هذين استادهم وبعدين كنت استاد صقور واللغم هذا تحت الأرض مخفي دعسته وخذنا وخذ بصري وخذ رجلي وخذ كل شيء يعني أثرنا فينا كثير الحد هذا يعني أنا في الحالة هذه ما أقدر أشتغل ولا أقدر أخرج نفسي من الباب ولا أقدر أوفي على أسرتي أي حاجة إلا على الله بس ولا معي أي حاجة لا راتب ولا جنبي أي شيء يعني هذا الغم سبب على ناس كثير في أسرهم الآن ما حد يكون مكانهم وفي يعني تعب كثير حياتي في هذا بعد الإصابة هذا تعب في خرجتي في مشيتي في عيشتي كلها يعني عايش إلا بالإيمان وبس. أنا أتمنى نزعة الألغام وتوعية الناس
من المنطقة المسبوكة بالغام. Thank you.